للحديث أكثر تنضم إلينا في الاستوديو السيدة نادية البلاسي، محللة أسواق مالية. أهلا بك أستاذة نادية. إذا تحدثنا عن سياسات ترامب الاقتصادية أنه ممكن يزيد الضرائب، أيضا عفوا يخفض الضرائب ويزيد الرسوم الجمركية، هذا راح يعني زيادة التضخم، بالتالي ممكن يكون هناك في اصطدام بينه وبين جيروم باول. هل ترين أن يعني المخاوف هذه حقيقية من اصطدام جيروم باول بترامب، وهل ممكن أن أيضا سياسة ترامب راح فعلا تزيد التضخم، بالتالي هذا راح يعرقل أو يعيد راح يعيد النظر الفيدرالي في خفض الفائدة؟ صحيح، يعني أعتقد أن زيادة التعريفات الجمركية التي ستكون بحدود 60% في الصين يعني ستعلي من مخاوف التضخم طبعا. وأعتقد أن المخاوف الأكبر أو التركيز الأكبر يكون هل سيستمر السياسة الفيدرالي أن تكون تسهيلية في ظل تضخم مرتفع، أو سيكون في توقف مؤقت، وهذا يعني هذا سيكون المحفز الرئيسي لأسواق الأسهم. كذلك كل من الأصول ستتأثر إذا توقف الفيدرالي عن هذه السياسة التسهيلية أو تخفيض أسعار الفائدة التي كنا مسعرينها من 2023. وعلى هذا الأساس كان يعني الصعود غير متوازن في أسواق الأسهم، خصوصا يعني المؤشرات الرئيسية، أيضا في أسعار الذهب الذي المحفز الرئيسي هو غير عن شراء الذهب. لكن أيضا هناك عدد من البنوك، الدولار الأمريكي تابعنا على مدار الأسبوع الماضي كان رد فعل إيجابي بعد فوز ترامب، لكن الآن الدولار الأمريكي يعود للاستقرار. برأيك ما الأسباب اللي يعني جعلت الدولار يعود للاستقرار، وأيضا مساره في ظل سياسة ترامب السياسية الاقتصادية؟ طبعا ترامب تريد التي يعني تأخذ الأسواق الآن في عين الأعتبار، شراء الدولار، شراء المؤشرات الرئيسية وبيع الذهب. طبعا يعني لا ننسى أن الدولار ملاذ أمن، ولذلك يستقر في الارتفاعات، خصوصا مع أيضا يعني التوقعات بأن ترامب سيرفع من التضخم. فبالفعل المستثمرين يركزون على شراء الدولار، شراء البيتكوين، وأيضا شهية المخاطرة عالية نسبيا، فأيضا في مستثمرين يتجهون للدولار كملاذ أمن، فكل من هذه العوامل تؤثر على الدولار. طيب الذهب يشهد أكبر تراجع أسبوعي منذ 5 أشهر، برأيك ما الأسباب؟ صحيح، يعني أكبر سبب هو ارتفاعات الدولار، وأيضا أن الذهب كان يعني نحن كنا متوقعين أن يكون في ريتريسمنت إلى المستويات الذي شهدناها عند فوز ترامب، والتي كانت عند 2664 دولار. يعني هذه المستويات شهدناها عند فوز ترامب يوم الأربعاء الماضي، ولذلك الريتريسمنت يعني ناتشرال أنه هو يكون في هذا التصحيح. وإذا كسرنا مستويات 2650 ممكن أن نشوف 2600 مجددا، وهذه ستكون يعني انخفاضات بنسبة 5 إلى 8%. نعم. طيب الأسباب وراء الارتفاعات يعني الهائلة للعملات المشفرة برأيك، هذه الارتفاعات هل هي مؤقتة بس عشان يعني ترامب فاز، ولا هي بتكون ارتفاعات مستدامة؟ شراء البيتكوين أو ارتفاعات على البيتكوين أيضا تنضم إلى الترامب تريدز، فأعتقد أن ممكن أن تستمر هذه موجة البول ران على العملات المشفرة، وممكن أن نشوف إذا شهدنا تصحيح سيكون عند 75,000 دولار. ولكن إذا استمرينا في هذه الموجة ممكن أن نشوف أيضا مكاسب جديدة، خصوصا وقت أن يعني يكون كل الأنظار تتجه إلى العملات المشفرة في الأسواق. نعم. السيدة نادية البلاسي محللة.